انه انت عندك درون تخطط الدفاعات الاردنيه. الاردن بالمناسبه، لانه انا طيار وطرت وياهم في عمليات مشتركه، نعم كفاءه عاليه جدا في مساله الطيران ومساله الدفاع الجوي، وهي بالاساس داخله في حيطه وحذر، لانه منظومه الدفاع الجوي متوثبه على نعم بلد عربي احنا نثني عليهم، متوثبين اتجاه الخرق الجوي من قبل الدرونات في قضية المخدرات، والمخدرات حرب تهدد الأمن القومي الأردني والأمن الإقليمي أيضا، لم طيب نقل الأمن والسلم الدولي يعني. طيب دكتور، فإذا أنت عندك معادلة، نعم بالمناسبة الخرق جاء بتقنية عالية جدا. فقط استاذ نجم خلي نعرج على هذه القضية أي. حتى نظهر مكان من الخطورة وين. أي. أنه أنا من أجي بطائرة درون لو ليفل طيران واطي، أي. وكأنه أنا في حساباتي أنه حتى الباتريوت راح أعجزه، لأن الباتريوت المدى الأدنى من زيرو فيت صفر إلى حد 60 متر يتعذر على الباتريوت أن يكشف ويستمكن ويعالج. طيب فعندما يكون التحليق دون 60 متر، نعم، سواء كان طائرة مقاتلة أو درون، فمعنى ذلك أن الحسابات دقيقة، وهذه طبعا قطعا تربطها الولايات المتحدة بمن من يمتلك مثل هكذا تقنية وقراءة دقيقة للأحداث إلا إيران. فلذلك طيب إحنا نصل إلى حقيقة مؤداها، نعم، أنه نفي إيران لا يشكل ملزما إلى الولايات المتحدة، عنصر إلزام للولايات المتحدة، والولايات المتحدة تقول أن هذه الفصائل تضربنا بتقنية وبتوجيه إيراني. ولا ننفي أيضا أن حضور البعد العقائدي ممكن أن يؤدي إلى ضبط الميدان، وأنا لا أستبعد أنه الآن بعد الحرج الذي تتعرض له الحكومة العراقية وما حصل من تغيير في التوازنات قد يشي إلى حرب إقليمية أو دولية، تدخلت إيران. وإيران بالحقيقة قرارها، يعني مع السيد صدقيان، نعم أكو مبدأ استقلالية الساحات، ولكن قرار الولي الفقيه بالنسبة للفصائل الولائية ملزم. فلذلك كان في تقديري القرار جاء صائبا بصرف النظر عن تفسيراته، نزع فتيل أزمة كنا نحبس الأنفاس، ترى باقي 24 ساعة للضربة.